البيئة الصحراوية إلى التطور إلى السيارات التراثية، كل هذه حقيقة يعني نقلت نقلة مهمة للجانب التنظيمي في مسابقات الإبل. وأنا أتوقع أنه ليس على مستوى المملكة بل على المستوى الإقليمي والدولي، واليوم شفنا أجانب من دول أوروبية ومن أمريكا كانوا يشيدون بهذا التكامل وهذا الموروث، وأنا أعتقد أنه كل سنة عن سنة نشهد تطور أكبر. العظيم في هذا المهرجان أنا لو حبيت أنقل صورة راح أنقل أن إحنا شعب عظيم يتمسك بأصوله بعراقته بعروبته، رغم أن في المملكة العربية السعودية وصلنا إلى مرحلة كبيرة جدا من التطور ومن الثورة الصناعية والاقتصادية وفي جميع المجالات. هذا يعني موروث عالي المستوى، ويكفي جدارته أنه شاركت فيه دول أجنبية مشاركة من غير طبعا دول الخليج، هم منا وفي نفس الثقافة والهواية والتراث. المميز والجميل أيضا جدا في هذا المهرجان في نسخة السادسة هو مشاركة عدد كبير من مالكات الإبل، ونشكر جميع اللجان المنظمة صراحة على هذه الخطوات الرائعة في سبيل خدمة هذا الموروث الذي يحظى بإقبال كبير وباحترام، وهو جزء من تراثنا ومن تاريخنا.